إذا الآن عندي نفس الشيء هاف ويف ارتفاع زي ما كان عندي قبل، بس شو غيرت هون؟ غيرت اللود ار ال. خليني ارجع اول شيء باللود ريزيستنس حتى نشوف شو كان الوضع قبل ما احط ال ال. راح انزل نفس الشيء مره ثانيه، راح انزل هذه ال ريزيستنس بس اعمل اوكي نعمل رن. لما يكون هون عندي ريزيستنس لود ايش بنلاحظ على الكارنت فولتج؟ لما يكون عندي هاف ويف ريكتيفاير ريزيستنس لود نفس الكارنت ديسكونتينوس شيء، الكارنت عم بنزل لزيرو بضل فتره زيرو بعدين بترجع شكل الكارنت زي شكل الفولتج تماما شيء، ما بيختلفوش الاثنين عن بعض بس السكيل بسبب قيمه الريزستر الموجود هون. لكن هلا بيجي بيسال السؤال، طب لو انا اجيت غيرت اللود هذا من ريزستر ل ار ال، رح نغير هذا اللود ريزستر اندكتيف صار عندي هذا اللود الموجود هون. رح اعمل الان عم بقيس طبعا الكارنت وعم بقيس الفولتج، عم بقيس الفولتج على اللود وعم بقيس الكارنت اللي ماشي في اللود. طلعوا لي هلا شوفوا ايش اللي عم بيصير. انتوا هلا فكروا شوفوا لي شو اللي عم بيصير هون. الكارنت اخذ وقت اكثر. اول شيء الكارنت ايش عمل؟ اخذ وقت اكثر فنزل الفولتج ورفع. صحيح، الكارنت ما نزل لزيرو لما الفولتج وصل زيرو. فنزل الفولتج ماينس وطلع. فتاخر الفولتج كرنت عند النقطة اللي الفولتج وصل فيها زيرو كان لسه في كرنت، مضبوط؟ وهذا طبعا سببه اللاجنج كرنت، اللاجنج كرنت الموجود في الاندكتيف لود. هلا الكرنت بدا مع الفولتج، لما بدا الفولتج من هون بدا الكرنت. لما وصل الفولتج زيرو ما كان لسه الكرنت زيرو. فلسه في كرنت ماشي في الدايود. فالدايود ضل هون، ضل عندي هون لحد النقطة هاي، لما الكرنت نزل لزيرو من هون عمل سويتشينج اوف، بس خلال الفترة هاي شو كان الفولتج على اللود؟ نزل لزيرو من هون. فبنطلع عليها بتفصيل أكثر هون. هي الفولتج بدا صار بوزيتيف، فالدايود عمل سويتشينج اون. إذا بتحبوا هلا حط الفولتج اللي أكروس ذا دايود حتى تشوفوا إنه الدايود اون أو اوف. فلو عندي راح أضيف كمان فولتج ميجرمنت. الفولتج ميجرمنت هاي راح اخذها اقيس فيها الفولتج عبر الدايت، فراح اخذ هذا بوزيتيف حتى اشوف انه الدايت فعلا فورورد بايس، وراح اخذ هاي النقطه. فعمال ايش اللي بقيسه هلا؟ الفولتج عبر الدايت، كنت بقدر اعرف منه انه الدايت كوندكتنج تيرند اون ولا تيرند اوف، وراح ازيد هذا المالتي بلكسر ثلاث انبوتس راح اخذ الانبوت الثاني هون، راح نعمل ران مره ثانيه. اذا رجعنا لنفس المكان اللي كنا عنده قبل شوي، ايش الخط الجديد هذا اللي جاني؟ قديش قيمته؟ قديش القيمه اللي بنوصلها؟ 0.7 مش هيك؟ او 0.8 فولت، هو فعليا 0.8، ليش 0.8؟ تذكروا ليش 0.8 مش 0.7؟ لانه الفور فولتج تبع هذا الفولتج اللي حاطه له 0.7 اوكي؟ نشوف 0.8 عفوا 0.8، فهو عماله بشغل هذا الدايود كانه ريل دايود مش ايديال دايود، يعني عماله بفترض انه الفور فولتج تبع هذا الدايود مش 0.7 0.8 فولت. اذا نرجع مره ثانيه لهاي، اذا هون عندي هاي الفتره شو بستنتج منها؟ انه الدايود كارد الدايود كارد خلال الفتره كم فتره؟ هلا هاي اللي نحكي فيها شوي، هاي نقطة مهمة وسؤالك كويس، بس اصبر علي شوي، كويس سؤالي كويس، واضح السؤال اللي بسأله يمان ولا عنان؟ عنان، هاد هون ما برجع لزيرو، بيطلع شوي وبرد بنزل مرة ثانية، هذا سبب وجود الاندكتر. هلا بنحكي. إذا هون طلعوا لي مضبوط، هلا رح تلاقي إنه الدايود ضل شغال طول الفترة هاي، ما طفى الدايود هون، لسه فورورد بايست لحد النقطة هاي، لأنه لسه في كرنت في الاندكتر، في طاقة مخزنة، الطاقة هاي ما بصير تختفي فجأة. يعني عند النقطة هاي قديش في طاقة في هذا الدكتور؟ خلينا نحسبها بالجول، رح نحسبها. تقريبا عند النقطة اللي الفولتج وصل زيرو فيها كان في حوالي هاي القيمة من الكرنت اللي هي تقريبا 5 مش هيك؟ 5 امبير 5 مضبوط؟ هذا مضبوط 5 5 امبير لأنه السكيل هذا موحد بينهم. إذا في عندي 5 امبير قديش قيمة الاندكتنس؟ حتى طلع على هذا الكيس معي.
الاندكتر هذا الكرنت اللي كان مار فيه هو 5 امبير. قيمة الاندكتنس قديش؟ 32 ملي هنري او 0.032 هنري شيل. اذا الانرجي المخزنه في هذا الاندكتر كم جول راح تكون؟ راح تكون هاف ال اي سكويرد. اذا ال بدنا نضرب نص في 0.032 في 25 راح يطلع معنا الجول. هاي الطاقه نفسها بتختلف مش هيك؟ زي لو عندي كباستر عليه فولتج مش في طاقه مخزنه فيه؟ ايش قانون الطاقه المخزنه في الكباستر؟ نص ال في نص ال في اي سكويرد نص 0.032 في 25 0.4 ليش 0.4 جوز؟ اذا 0.4 اذا هذا الاندكتر عند النقطه هذيك عند النقطه هاي شفناها لما الفولتج وصل زيرو ما بعمل سويتشنج اوف في طاقه لسه مخزنه في هذا الاندكتر فبتصير هذه الطاقه تعمل ديكي لحد ما توصل زيرو عند النقطه هاي لما توصل زيرو عند النقطه هاي ايش بصير بالدايركت؟ بعدين بصير اللي انت حكيت عنه من هون لانه الكرنت عماله بحاول يتغير بشكل سريع في الاندكتر. دكتور نعم. طب هلا لما الكرنت يصير زيرو هو يعني فعليا صار زيرو لما الفولتج يعني كان بالبلس بعدين نزل بالمانس بعدين رد طلع بالبلس. لا انسى هذا اللي بصير بعدين، هاي الشيء اللي بصير هون بعدين انسى، ركز على هاي النقطة. عند النقطة هاي كان الفولتج نيجاتيف من هون مضبوط والكرنت وصل زيرو فطفى وطفى طفى الدايركت. يعني الكرنت وصل زيرو قبل ما الفولتج يطلع. هذا الطلوع هذا سببه شيء ثاني رح نحكي عنه بعدين، بس ركزوا على هاي النقطة المهمة. اذا وجود لما يصير في عندي اندكتيف لود في عندي زاويه ما بين الكرنت والفولتج، الكرنت متاثر عن الفولتج بمقدار من حوالي 45 درجه هون. هذه ال 45 درجه عم تاخر الكرنت لحد ما يوصل زيرو، لما الكرنت يوصل زيرو وقتها بتفي الدايركت، واضح انه الدايركت طفى عند النقطه هاي. فصار عندي هذا، فصار الاوتبوت فولتج ما ظل بس بوزيتيف، صار في جزء من الاوتبوت فولتج نيجاتيف. بتطلع مره ثانيه على الاوتبوت فولتج اللي رايح على اللود الفي لود. هاي الفي لود اذا بتطلع هون رح تلاقي هون في هذا الجزء البوزيتيف وبعدين هذا الجزء التاخر، هاي هي سببها الزاويه اللي هي الزاويه تبعت اللود. بتحبوا نتاكد منها انه قيمتها صحيحه؟ 45 المفروض انها 45، خلينا نتاكد نشوف اذا هذا صحيح. لو جينا طلعنا هون انا صحيح فتحت الاكسل كان بامكاني انا احسبها بنفسي مش هيك، ليش ما حطيت فوق بنفسي على اي حال؟ انا عندي ار هلا هون 10 هون مش هيك؟ وعندنا ال 0.032 هنري والفريكونسي 50 هرتز واوميجا اوميجا اذا رح تكون بتساوي 2 ضرب هاي ضرب 50 هذه اوميجا اللي هي ايش وحدتها؟ راديان راديان سكند وبعدين راح اجي احسب هون هلا راح احسب اكس ال مش هيك؟ اللي هي الرياكتنس، الرياكتنس رح تساوي الاوميجا مضروبه في في ال وين ال؟ هي ال هون فصار عندي هاي شو وحدتها؟ اذا لاحظوا هذه هيها ار وهذه اكس فالزاويه المفروض انها 45 درجه مش هيك؟ اه اذا لو رجعنا هلا هون خلينا نطلع انه هاي في عندك 45 درجه اللاج بينهم الزاويه هلا انا عندي وين ال 180؟ هي 180 مضبوط مش هاي كلها 180 لانه هاي كلها 360 درجه من هاي النقطه لهاي النقطه 360 درجه خلينا نعمل زوم عليها هاي من النقطه هاي للنقطه هاي 180 درجه 360 درجه اذا هاي عندي 180 درجه وهذا عندي 180 درجه 180 درجه اذا هاي 90 من هون لهون 90 اذا هاي تقريبا نص هذه 45 واضح كله مضبوط 100% إذا في تأخر عندي 45 درجة الكرنت لاجن، ليش لاجن مش ليدنج؟ لأنه اندكتف لأنه اندكتف ماشي واضح هاي؟ إذا الدائرة اللي احنا عملناها اليوم هي دائرة هاف ويف ريكتيفاير قسنا الكرنت قسنا الفولتج على اللود واللود حطيناه اندكتف لود زاويته 45 درجة فكان ار بلس جي اوميجا ال جي اوميجا ال بتساوي ار بالحاله هاي 45 درجه وشفنا بوضوح الفيز شيفت الكرنت هون لسه ديسكونتينيوس طلعوا هون مضبوط رح تشوف الكرنت لسه ديسكونتينيوس مضبوط ليش ديسكونتينيوس الكرنت؟ عم بنزل لزيرو طيب شو في شيء ممكن اغيره بحيث اخلي الكرنت يصير كونتينيوس عندكم فكره؟ ما بقدرش اعمل كونتينيوس ما بقدر اعمل كونتينيوس بالحاله هاي لانه لو زدته قديش بقدر ازيده بقدر ازيده ل 90 لسه ما مش كافي انه يصير كونتينيوس رح يضل ينزل لزيرو
يعني لو خليت هذا كله انا جرب اخليه كله ريزيستيف كله اندكتيف اشيل الريزيستر منه خلينا نجرب نشوف اذا بتضبط معنا قديش قديش لازم تصير الزاويه 90 شيل مضبوط بس انا بعرف هلا شو بصير بالسيستم لانه انا مش حاطط اي ريزيستنس الان عليه لسه الكرنت ديسكونتينيوس مش هيك؟ هي هون اذا طلعنا هون اما بنزل لزيرو هذا يقول بيطلع مره ثانيه ماشي في اسئله عن هاي هذه التجربه او هذا الاكسرسايز